ولنقاش هذا الملف عن أحياء العراقيين للذكرى الثانية لثورة تشرين ودلالات التظاهرات الكبيرة التي خرجت في بغداد وعدد من المحافظات تزامنا مع فشل الانتخابات الأخيرة والصراع السياسي الدائر، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط، كما يكون معنا عبر منصة سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. ونبدأ مع الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، أهلا بكم سيدي. أهلا بك وبمشاهديكم الكرام سيدتي. بعد مرور عامين على ثورة تشرين، ما الذي تغير في المشهد العراقي الذي كان يعاني من جملة أزمات منذ عام 2003؟ هل تسمعني أستاذ عبد الله؟ الآن أسمعك، نعم. نعم، كنت أسألك عن التغييرات التي حصلت في الذكرى الثانية لثورة تشرين وفي ظل الأزمات التي يشهدها المشهد العراقي. المشهد السياسي العراقي منذ الاحتلال إلى اليوم يتغير صعودا من سيء إلى أسوأ لبقاء العملية السياسية في منصة السلطة وبقاء الإجراءات نفسها، ولم تحقق أي هدف من أهداف ثورة تشرين التي دعا إليها والتي نتجت الثورة نتيجة يعني الاحتقان الاجتماعي الذي جاء بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في المجتمع والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة وغياب التعليم والصحة. كل هذه مسببات أدت إلى الثورة ولم تعالج نهائيا، فبالتالي تبقى الأزمة متصاعدة والمشهد العراقي يكون من سيء إلى أسوأ، ولن يتغير بأي سبب ما لم تستطع السلطة تغيير نفسها بإسقاط العملية السياسية وإيجاد برنامج وطني نشد إليه ثوار تشرين، وهو تغيير الوضع السياسي المحاصصي وتنفيذ خطة اقتصادية سليمة تليق بالشعب العراقي. ستبقى معنا أستاذ عبد الله، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من الناصرية الناشط محمد الخياط، ونسألك عن تظاهرات تشرين وكيف ساهمت في إعطاء أمل جديد للشباب العراقي بأحداث تغيير ما بعد حكم الأحزاب السياسية وإحكام قبضتها على كامل مفاصل الدولة والحياة في العراق. لا أدري إن كنت تسمعنا ناشط في التظاهرات محمد خياط، أنت معنا على الهواء مباشرة. ألو، يبدو أن ضيفنا من العراق غير جاهز. نواصل معك أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنا نتحدث عن هذا الأمل الجديد الذي يعيشه وعاشه العراقيون منذ انطلاقة ثورة تشرين في عام 2019 وما يزالون متمسكين به حتى الآن. الأمل للعراقيين قائم دائما منذ الاحتلال، هم قاوموا الاحتلال مقاومة رائعة جدا، أخرجت القوات الأمريكية خاسرة من العراق وأعلنت خسارتها، وتبقى الأمل معقود بشبابنا بشباب الثورة، ويبقى الوضع السياسي مسبب أساسي للثورة لأنه وضع طائفي محاصصي لا يريد الخير للعراق، بني على أساس التوافقية والتقسيم للعراق، وهذه الثورة هي الأمل الوحيد وتنتهي بالتأكيد بالنصر للشعب العراقي، وكل ما تحاول بأجهزة الدولة وميليشياتها هو إخماد هذا الأمل، لكن الأمل يبقى يعني رافعا الراية للشعب العراقي. نعود مجددا إلى ضيفنا من الناصرية ناشط محمد الخياط، وهو ناشط في التظاهرات بالناصرية. أهلا بك سيد محمد. أهلا
وسهلا بك سيدتي العزيزة. نعم، نتحدث عن التغييرات التي حصلت منذ عام 2019 أو من خلال هذا الحراك الشعبي للشباب العراقي خلال عامين. سيدتي العزيزة، تحيات لحضرتكم والأخ ضيف الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. الحقيقة تشرين نهضت وقامت من أجل إسقاط هذه العملية السياسية. تشرين نهضت من أجل إسقاط هذه الكتلة والأحزاب الفاسدة. نحن حقيقة نتظاهر منذ عام 2011، فكنا أول قدر الإمكان النهوض من هؤلاء، يعني الشعب في سبيل توعية الناس بأن هذه الطبقة السياسية جاءت من أجل مصالحها وجاءت من أجل خدمة أسيادهم وبكونهم عملاء. ولكن البعض لم يكن يعي ما نقوم به. الآن الحمد لله الشعب عبر عن رفضه المطلق لهذه الطبقة السياسية، وخير دليل على بأن نسبة المشاركة الأخيرة في هذه الانتخابات التي لا تتعدى بحكم مراقبتنا لهذه الانتخابات، بالرغم من اننا كنا انا شخصيا والعديد من المتظاهرين هنا في الناصريه كنا مقاطعين لهذه العمليه السياسيه، ولا زلنا مقاطعين للانتخابات وفي العمليه السياسيه. لذلك تشرين نهضت لاسقاط هذه المنظومه السياسيه. ولم تتراجع تشرين لكون الحقيقه البناء الذي بنيت عليه تشرين بناء على الظلم والقتل والاضطهاد والسجون وقلة الخدمات التي الآن عبرنا وتجاوزنا مرحلة الخدمات. نحن لا نريد الخدمات منهم ولا نريد أي شيء. هدفنا الأساس، مطلبنا الأساس هو إسقاط هذه المنظومة السياسية. لدينا الضغط الجماهيري، وهؤلاء لو كانوا يخجلون هؤلاء السياسيين لو كان لديهم ذرة من الخجل لتنحى عن السلطة. الشعب رفضهم بالكامل. أما ما يقولون بأن نسبة المشاركة تجاوزت 40% 30%، فهذا ادعاء كاذب لا صحة له. ستبقى معنا محمد الخياط. ننتقل لضيفنا عبر سكايب من كوبنهاغن الأستاذ عبد الله. أشار ضيفنا من الناصرية لنقطة مهمة تتعلق بمقاطعة الانتخابات. هذه المقاطعة قال عنها رئيس الحكومة الحالي أو المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، قال عنها إنها أو إن هؤلاء الشباب أضاعوا فرصة التغيير. ما أفق التغيير الذي كان يمكن أن تغيره الانتخابات الماضية؟ الكاظمي جاء بمشروع تسويق المهم للشعب العراقي ومحاولة امتصاص النقمة وإفشال ثورة تشرين، هذا هو مشروعه الأساسي، ويريد من الأرقام في إضافة الأرقام إلى الانتخابات يريد تزويق هذا المشروع. وإلا هو الكاظمي نفسه ماذا قدم لثوار تشرين الذي وعدهم بالقصاص من القتل، وعدهم بإبعاد السلاح، وعدهم بتحجيم الفاسدين، وعد الكثير الكثير. لو نسمع خطابه هو نفسه كلمات الثوار، ولكن بالحقيقة هو جاء لتسويق الوهم على العراقيين، وخصوصا لتسويف ثورة تشرين. فالكاظمي يعيب عليهم، بالتأكيد يعيب عليهم المشاركة، لأنه هو يريد أن يسوق نفسه أنه جاء بأرقام أخرى أكثر وأفضل. ولأي تغيير، يعني هذا التغيير الذي ننشده اليوم ينشده الكاظمي اليوم، الصراع كتل وليس صراع على انتخابات. الأكراد أخذوا حصتهم وجماعة الحلب الوسي أخذوا حصتهم، والصراع اليوم في داخل الكتلة الإيرانية. فأي تغيير شمل إذا النسبة أقل من 20%، أكيد 100% أقل من 20، يتجاوز بحدود من 12 إلى 15%. هذه النسبة معيبة. يعني رغم هذا بدأت العملية الصراعات داخل الكتلة الواحدة. فإذا لا تغيير منشود من أي عملية انتخابية أركانها الأساسية مشروع استعماري جاء به المحتل، وهو الدستور وقانون انتخابي بالمحاصصة وحتى المفوضية بالمحاصصة. فلا يمكن حدوث أي مشروع وطني ضمن إطار هذه العملية السياسية.
نعم أستاذ عبد الله، أشرتم إلى نقطة تغيير وأدوات تغيير التي لجأ إليها ثوار تشرين، هي الحل السلمي من خلال التظاهر ورفع عدد من المطالب. لو تحدثنا محمد الخياط عن هذا الجانب السلمي الذي صبغ تظاهرات تشرين منذ انطلاقتها وحتى الآن، مقابل الحل الأمني الذي لجأت إليه أطراف العملية السياسية لقمع الناشطين والمشاركين في هذه التظاهرات. سيدتي العزيزة، الحقيقة لدي تعقيب على كلام الضيف. تفضل. الحقيقة حتى أكثر غر من رؤساء الوزراء السابقين والذي هو لا يختلف عنهم، والمقصود هنا هو مصطفى الكاظمي، أكثر من أضر بثوار تشرين هو مصطفى الكاظمي، وأكثر من ألحق الضرر بثوار تشرين وبانتفاضة تشرين هو مصطفى الكاظمي. والسبب بأن رفع شعارات تشرين من خلال في الساعات الأولى لاستلامه السلطة، وهنا صدق العديد من المتظاهرين صدق هذه الشعارات، وحتى البعض منهم قد عمل معه، وهذا محسوب علينا نحن كثوار، كأبناء تشرين، كثوار تشرين. ولكن هل استطاع أن يحتوي تشرين؟ أنا أقول لا. أول شعار رفعه مصطفى الكاظمي هو قتلت المتظاهرين، وإلى هذه اللحظة وأجريت هذه تم إجراء هذه الانتخابات ولم يستطيع تقديم أي مجرم أو يعرفهم بكونه كان مدير المخابرات. لذلك هو تعقيب على كلام الضيف. أما ما يتعلق بنا كمتظاهرين، سواء كنا في ساحة الحبوبي واليوم كنا في ساحة التحرير وفي كل مكان، نحن أهدافنا واضحة، وحين خرجنا ضد العملية السياسية. لا أركز على نقطة السلمية أستاذ محمد، السلمية مقابل العنف الذي واجهتموه في الساحات. سيدتي العزيزة، أنا ليسمع الجميع وليسمع مشاهديكم الكرام، نحن لحد هذه الدقيقة وكانت خيامنا منصوبة في ساحة الحبوبي، وكان بعض الدوائر الحكومية تحت يد المتظاهرين. تأكد وليسمع الجميع وخاصة أبناء ديقار وكل مشاهد في مختلف المحافظات العراقية، الأماكن التي تحت حماية المتظاهرين لن تمس من قبل أي متظاهر، بالعكس وكذا يعني نسير دوريات من أجل حماية هذه الأماكن سواء كانت العامة أو الخاصة. لم يتم اعتداء على 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 محل أهلي، أو لم يتم اعتداء على دائرة حكومية، والذي يقول عكس ذلك أتمنى الآن أن يخرج معي. نحن أكثر حرصا من هذه الجهات الأمنية التي تحتضن المتظاهرين وترفع السلاح ضد أبناء الشعب العراقي، نحن أكثر حرصا وأكثر وطنية على بلدنا. نحن لم نتبع أي جهة من هذه الجهات، نحن ناس وطنيون سلميون، خرجنا بسلمية ولا زلنا بسلمية، وبسلميتنا سوف نسقطهم. أنا أقول وأتحداهم وليسمعوا جيدا كيف ماذا أقول، سوف نسقطهم بالكامل. وهذه المقاطعة التي رفعت نسبتها العالية، هؤلاء كل قاطعين، هؤلاء بأساس ضد العملية السياسية وضد الانتخابات. يا سيدتي العزيزة، يعني أنا أستميح عذرا من الإطالة بالحديث، تصوري حين يقوم شعب ما في أي بلد يرفض انتخابات ولن يشارك في انتخابات بهذه النسبة العالية، ماذا ولماذا؟ وعلى يعني أتمنى السياسيين ما يسموا هؤلاء بالسياسيين، هؤلاء ليسوا بالسياسة، السياسة هي خدمة البلد وليس سرقة البلد كما يفعل هؤلاء السياسيين. لذلك نحن نؤكد في دائما ونقول نحن بسلميتنا نتحداهم وسوف نسقط هذه العملية السياسية البائسة. ستبقى معنا أستاذ محمد، نعود إليك أستاذ عبد الله. كيف يفسر العنف المستخدم ضد المتظاهرين منذ بداية ثورة تشرين وحتى اليوم في أثناء خروجهم لإحياء الذكرى الثانية لهذه الثورة، مقابل السماح لعناصر بعض الميليشيات والأحزاب للتظاهر
حول نتائج الانتخابات بكل حرية في بغداد دون تعرض لهم. كيف يفسر هذا التناقض والتعامل بكيل بمكيالين مع الاحتجاجات والتظاهرات؟ التناقض هو أيضا بالأهداف. ثورة تشرين أهدافها واضحة وصريحة، هو إسقاط العملية السياسية وإبعاد الفساد والميليشيات من المشهد السياسي العراقي. هذا المطلب يتناقض تماما مع أهداف الميليشيات التي هي بقدرتها وإمكانياتها هي أعلى من السلطة. فلذلك الميليشيات قامت والقوى المتنفذة في السلطة قامت بقمع الثورة، لأن أهداف الثورة أهداف جذرية وقوية وتزيحهم من السلطة. هذه الأهداف لا يسمحوا بها، فلذلك هم قمعوا، تم قمع الثورة بكل شراسة، وثورة سلمية استخدمت بها كل وسائل القتل والتغييب والاغتيالات، وشاهدها العالم كله ما جرى للثورة. الفرق في الأهداف. أما ما يجري الآن من متظاهرين يدعون نفسهم أنهم متضررين من الانتخابات، فهم لا تستطيع الدولة التعرض لهم. هم لهم إطارهم الأمني اليوم في المظاهرات، وعدم خطوط أمنية، ومن يدخل إلى المنطقة يفتش. هم نفسهم القتلة، هم يحمون أنفسهم الآن. فأكيد الفارق كبير ما بين مظاهرة تشرين ومظاهراتهم. هم اليوم أقوى من السلطة، وهم لهم سطوة أعلى من السلطة، وهم الذين جاءوا بالكاظمي وغيره، فلذلك لا يستطيع أحد المرور بهم. ووضح أيضا أن مؤسسة الحشدية التي تدعم هذه التظاهرات التي يقومون بها اقتصاديا وأمنيا وتنظيميا وسياراتهم وكل هذه ما كان يفتقرها ثوار تشرين. ثوار تشرين أرادوا إزاحة كل هذه الطبقة، وهم الآن يريدوا المحافظة على مكتسباتهم الشخصية من خلال وجودهم في المناصب التنفيذية، من خلال كثرة كراسيهم داخل برلمانهم الكسيح. شكرا لك أستاذ عبد الله في عجالة. نعود لضيفنا من الناصرية أستاذ محمد الخياط. إلى أي مدى الأرضية جاهزة اليوم للتغيير، خاصة بعد فشل الانتخابات ونجاح المقاطعة التي دعا إليها ثوار تشرين؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من الناصرية محمد الخياط، الناشط في تظاهرات الناصرية، كان معنا عبر الهاتف. وشكر موصول أيضا إلى ضيفنا من كوبنهاغن الأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي.